وعلى صعيد متصل التقى المهندس إبراهيم محلب معاوني وزير الموارد المائية والري من الشباب الذين تم تعيينهما مؤخرا، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي. وأكد رئيس الوزراء حرص حكومته على دمج الكفاءات الشابة بالوزارات المختلفة مع القيادات التنفيذية لاكتساب الخبرات وإيجاد صف ثاني في مختلف الوزارات يمثلون قيادات المستقبل. وأشار محلب إلى التحديات والمشاريع الكبرى في الوزارة وفي مقدمتها مشروع استصلاح المليون فدان، مؤكدا أنه ينتظر أن تكون هناك متابعة مستمرة ببرامج زمنية لهذا المشروع القومي الكبير.